اهلا بكم في حلقه جديده من سلسله اقوى كورس قواعد للمبتدئين، ممكن تشوفه على اليوتيوب. ومعانا النهارده حلقه جديده هنتكلم فيها على الزيرو ارتكل، او امتى ما تستخدمش بمنتهى البساطه كده ذا A وان. ولو انت لسه ما تعرفش قصتهم يبقى انت لازم تتفرج على الفيديو بتاع الحلقه اللي فاتت استخدام ذا A and في الانجليش، لانك مش هتفهم الفيديو ده من غير ما تتفرج على الحلقه السابقه. لو انت بقى اتفرجت على الحلقه خلاص يلا بينا نبتدي مع بعض. في الحلقه السابقه انا قلت لك ان ذا وايه وان بنستخدمهم قبل الاسماء في اللغه الانجليزيه او الكلمات في اللغه الانجليزيه عشان نعرف، ولما بنعرف بنستخدم ذا بنبقى محددين، زي ما اقول لك ذا بن يعني قلم بعينه، او ايه وان لما اقول لك اي بن يعني قلم مش بعينه، قلم من وسط اقلام كتير انا مش محدد. بس اللي انا ما شرحتوش وكنت عامل حسابي ان انا اشرحه في الفيديو بتاع النهارده، ان في كلمات واسماء في الانجليش ما بيجيش وراها اي حاجه خالص، وده موضوع الفيديو بتاع النهارده. ما تيجي ناخد الاسماء دي عشان دي حاجه مهمه جدا، يلا بينا. اول اسماء او اول كاتيجوري، نوع من الاسماء في اللغه الانجليزيه او كلمات ما بتحبش تاخد وراها لا ذا ولا اي ولا ان، هي الابستراكت ناونز، يعني الاسماء المجرده. واحد يقول لي ما تركعش الموضوع كده وبسطه علينا، حاضر يا سيدي. اسماء مجرده او تجريديه يعني حاجه ما ينفعش تلمسها، حاجه تحسها. يعني مثلا اقول لك لاف، انا مش محتاج احط قبله ذا واقول لك ذا لاف الحب، لا هو في الانجليزي لاف بس. اللاف تنفع تلمسه؟ لا بتحسه، عشان كده اسم تجريدي، فتقول لاف بس، لا اي لاف ولا ذا لاف. يعني مثلا لاف از امبورتنت، المحب الحب مهم. هابينس السعاده ينفع تلمسها ولا تحس بيها؟ وهكذا. سوسايتي المجتمع، ينفع تلمس المجتمع ولا بتحس بيه؟ education التعليم، ينفع تلمسه ولا بتحس بيه؟ دول اربع امثله. اي حاجه بتحس بيها ما بتلمسهاش، ما بتمسكهاش، مش ترابيزه، مش ايد، مش ساعه، دي حاجه اسمها abstract nouns، ما تستخدمش معاهم لا ايه ولا ان ولا ذا طالما انت بتستخدمهم كمان بشكل عام. تعال نخش بقى على تاني حاجه ما بتستخدمش معاها لا ذا ولا ايه ولا ان. names of people او اسماء الناس، ما فيش حاجة اسمها I know دي أحمد، هي I know أحمد، أنا أعرف أحمد، علي، محمود، ما حاجات ما بتجيبش قبلها لا ذا ولا إيه ولا آن. أسماء الناس ماري، بطرس، يعني أيا كان أي اسم، جون، ما فيش لا ذا ولا إيه ولا آن. وعندك كمان واحد أسماء الأماكن، الأماكن في اللغة الإنجليزية ما بتاخدش قبلها حاجة، يعني مثلا أسماء المدن، ما فيش حاجة اسمها ذا كايرو القاهرة، هي كايرو سيادتك. ما فيش حاجة مثلا اسمها ذا نيويورك، لأن نيويورك هي نيويورك بس. الدول الأماكن برضه ما فيش حاجة اسمها ذا ايجيبت، أوكي؟ ما فيش حاجة اسمها ذا جيرماني، هي جيرماني ألمانيا، ايجيبت مصر، باستثناء طبعا ذا يونايتد ستيتس أوف أمريكا وكام دولة تانية بياخدوا قبلهم ذا. أسماء الشوارع، ما فيش حاجة اسمها ذا وول ستريت، هي وول ستريت، أوكي؟ وهكذا. أسماء الأماكن عادة ما بتاخدش ذا. عندك كمان languages and subjects، يعني المواد الدراسية واللغات. أنا بذاكر إنجليزي، I study English، مفيش حاجة اسمها I study the English، أوكي؟ أو I study French، أنا بذاكر فرنساوي. عندك برضو المواد الدراسية، مفيش حاجة اسمها the chemistry، هي chemistry، biology، أحياء، physics، فيزياء، مش محتاج ذا يا معلم، أوكي؟ عندك كمان أيام الأسبوع والشهور، آه والله، يعني مفيش حاجة اسمها the April، مفيش حاجة اسمها the June، مفيش حاجة اسمها ذا مونداي اللي هو يوم الاثنين، ما احنا عارفين هو ما فيش غير اثنين واحد، ولا هو في يعني كذا اثنين، هو اثنين واحد، فمش محتاجين نحدده، فبنقول مونداي، تيوزداي، فرايداي. واتفرج برضو عندي على الفيديو بتاع نطق ايام الاسبوع في الانجليش، هتلاقيه موجود عندي على القناه. عندك كمان السبورتس، يعني الحاجات الرياضيه، الناس اللي بتحب الرياضه، في حاجه اسمها ذا سوكر او ذا فوتبول، هي كره القدم، اي لاف سوكر، اي لاف فوتبول. تشيس، الناس الاذكياء بتاعت الشطرنج، فيش حاجة اسمها ذا تشيس، اي بلاي ذا تشيس، هو اي بلاي تشيس، اوكي؟ الرياضات والالعاب مش محتاج تحط لها ذا، مفهوم؟ الوجبات، عشان انا جعان بالمرة، بريكفاست، لانش، دينر، طالما انت مش محدد، يعني مثلا عاوز تقول انا بفطر الساعة 9 الصبح، فهتقول اي هاف بريكفاست ات 9 ام، مفيش حاجة اسمها اي هاف ذا بريكفاست، اوكي؟ اي هاف بريكفاست، اي هاف لانش، اي هاف دينر. اوعى، بص الصباح اوعى تجيب ذا قبل الوجبات، اوكي؟ روتين بليسز او الاماكن الروتينيه اللي انت بتعمل فيها حاجات بشكل يومي، يعني مثلا ام ات هوم، مش محتاج تقول ات ذا هوم، انت بتروح بيتك كل يوم الا لو انت مشرد يعني سيادتك، بس طبيعي ان في بيت،
فده مكان روتيني. I go to work، أنا بروح الشغل. طبيعي إن أغلبنا بيروح الشغل وده مكان روتيني. أوكي. I sleep in bed، أنا بنام في السرير. مش محتاج تقول in the bed، أكيد بتنام في السرير يعني، امال هتنام فين؟ في الحمام. اوكي. I go to school، انا بروح المدرسه. لو انت طالب ده مكان روتيني بالنسبه لك. اوكي. يبقى احفظ بالذات الاربع اماكن دي، ما بتاخدش ده. بس كده سيدي، خلص الفيديو. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وننشر علمنا وناس كتير تستفيد. سلام.